تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهليج ودوما تسلينا طوبي كثبت وابوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغادو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد مش راكم اليوم لاباس اذا مرحبا بكم في حصتكم المفضله مع عمو يزيد وكذلك الاطفال اصدقائنا اللي راهم يشوفوا فينا وحابين يحضروا كما انتم حضرتوا ما عليهم الا يتوجهوا الى موقع الانترنت عمويزيد.com بهذه الطريقه باش يحضروا معنا اذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني مرحبا بك يا أطفال لما تشاركوا لما تسجلوا للحضور حصة مع عمو يزيد لازم شوية تاع الصبر لأن الأطفال اللي حابين يشاركوا هم بزاف 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 إذن التسجيلات راهي كثيرة وإن شاء الله نقدر نستضيفكم كامل شوية تاع الصبر وعمو يزيد رايح يستدعيكم باش تجوا تفرحوا معنا كما هاد الأطفال اللي محاضرين معنا يا أطفال في هذه الفترة كاين يوم عالمي مهم هذا اليوم العالمي هو هذا اليوم يصادف يوم 16 نوفمبر هو اليوم العالمي للتسامح دونك سي لا جورني انترناسيونال دو لا توليرانس لازم الانسان يكون متسامح شفت كي تكون هكذا مثلا راك برا هكذا واحد يعفس لك على رجلك هكذا ويقول لك اسمح لي تقول له معليش شفتوا التسامح يعني الانسان بالمرات لازم يتسامح يعني مهما تكون بالمرات الإنسان يدير لك يعني يغلط معك ولكن بدون قصد مليح أنك تتسامح معه إذن هذا اليوم العالمي هو يوم مهم لتشجيع التسامح والحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والشعوب يعني التسامح مش غير بين الناس وكذلك بين الشعوب كامل يا أخي أطفال لازم نكونوا متسامحين وعمو يزيد دلكم أغنية مفاجأة بهذه المناسبة راح نسمعوها من بعد قبل هذا الشيء راح نطرحها لكم لغز اليوم تحبوا الأرغاز؟ نعم لغز اليوم يقول ما هو الشيء الذي إذا كان أسود يكون نظيفا وإذا كان أبيضا يكون متسخا كي يكون أسود يكون نقي نظيف وكي يكون أبيض يكون متسخ ما هو؟ عبالي بلي شاطرين كامل انتم أول أصدقاء تاعنا اللي يشوفوا فينا يقدروا يشاركوا تاني في الجواب على اللغز بهذه الطريقة أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل اكتب عمويزيد.com اضغط على زرار جاوب على اللغز املأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل 15 سنة في خدمتكم اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة مبروك عليك الهدية إذا انتم قاع شاطرين إذا فكروا في الجواب على اللغز حتى نهاية الحصة انتم والأطفال اللي يشوفوا فينا أصدقائنا بما أننا في سنة الستينية لمؤتمر الصمام اللي نحتفلوا هذا العام بستين سنة لمؤتمر الصمام اللي هو 20/1956 وإحنا في سنة 2016 إذن 60 سنة كلفنا نور الهدى باش ديرنا بحث عن شخصية مرموقة في ثورة التحرير وهو عبد الرحمن فارس إذن تصفيق على نور الهدى تفضلي نور الهدى مساء الخير يا أطفال اليوم جيت نحكي لكم على حياة المجاهد عبد الرحمن فارس ولد بأقبو بولاية بجاية في 30 جانفي 1911 انتخب في المجلس التأسيسي عام 1949 ترأس المجلس الجزائري في الجنوب الجزائري عام 1953 وعمل موثقا في مدينة القليعة استقر منذ 1956 بفرنسا وكان يعمل مع فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا لجمع التمويل للثورة عن طريق الاشتراكات من المهاجرين لكن السلطات الفرنسية اعتقلته يوم 4 نوفمبر 1960 وأطلق سراحه بعد إعلان وقف إطلاق النار
عين أثناء المرحلة الانتقالية على رأس التنفيذية المؤقتة بعد لقاء بينه وبين لوي جوكس ممثل الحكومة الفرنسية. استهل عمله بخطاب متلفز طمأن فيه الجزائريين والفرنسيين معا، وألح على رفض العنف والتعاون من أجل فرض السلم. في 25 سبتمبر 1962 سلم منصبه كرئيس مؤقت لفرحات عباس، انسحب من الحياة السياسية سنة 1964. وفي عام 1982 نشر سيرته الذاتية باللغة الفرنسية. توفي فارس في 13 مايو 1991 عن عمر 79 عام في زموري بالجزائر. وشكرا. شكرا 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 هدى، شكرا 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 شكرا. يا أطفال، كان موضوع مهم جدا، وهذا الموضوع هو اللي يدل على أن الطفل يكون لطيف، يكون متربي، يكون متسامح، وهو إلقاء السلام. يا أخي لازم لما نمر على ناس نقول لهم السلام عليكم. يا أخي إذن عمو يزيد دلكم أغنية في هذا الموضوع، السلام عليكم، يلا نغنوها كامل مع بعض. السلام عليكم بتحية الإسلام، فحيوا بردكم وعليكم السلام. السلام عليكم بتحية الإسلام، فحيوا بردكم وعليكم السلام. بالسلام فيها سكينة واطمئنان، هي من خلق الإسلام، معناها خير وأمان. حي الناس بالسلام فيها سكينة واطمئنان، هي من خلق الإسلام، معناها خير وأمان. سلام عليكم بتحية الإسلام، فحيوا بربكم وعليكم السلام. أوصى بها خير الأنام، عود نفسك عليها وردها بكل احترام، ستنال الأجر منها. أوصى بها خير الأنام، عود نفسك عليها وردها بكل احترام. سلام عليكم بتحية الإسلام، فحيوا بربكم وعليكم السلام. دليل تربية وأداب ورفعة للشعوب، فيها يقين وصواب، هي ألفة للقلوب. دليل تربية وأداب ورفعة للشعوب، فيها يقين وصواب. سلام عليكم بتحية الإسلام، فحيوا بربكم وعليكم السلام. فيها سكينة واطمئنان، هي من خلق الإسلام، معناها خير وأمان. حي الناس بالسلام فيها سكينة واطمئنان، هي من خلق الإسلام، معناها خير وأمان. سلام عليكم بتحية الإسلام، فحيوا بربكم وعليكم السلام. برافو 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 برافو. إذن السلام عليكم
بتحية الإسلام، فحيوا بردكم وعليكم السلام. إذن يا أطفال لازم دائما إلقاء السلام، والأهم من ذلك هو رد السلام. يعني واحد كي يقول لك السلام عليكم ولا صباح الخير ولا مساء الخير ولا، لازم ترجع له. الأهم والمهم هو أنك ترجع التحية. يا أخي لازم نرجع التحية. واش رأيكم، تحبوا ألعاب الخفة؟ يلا إذن نرحبوا كامل بعمو سليم اللي جانا من مدينة بجاية. تفضل عمو سليم. تفق على أمو سليم. برافو. عجبكم أمو سليم؟ واش رأيكم يا أطفال دركا؟ تحبوا الحكايات؟ نعم. إذن عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية شيقة، مادام تكلمنا على اليوم العالمي للتسامح وكامل، رايحين هذه الحكاية واسمها رياح والتسامح. يلا معايا كامل. يا أطفال كما وعدتكم مقبلة، عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية شيقة عنوانها رياح التسامح. واحد النهار كانوا زوج أصدقاء، كانوا يمشوا بكري، كانوا يمشوا فوق الخيل، راحين مسافرين لمكان ما، مسافرين هكذا، ومن بعد عياو في الطريق عياو. إذن قال صاحبو، قالوا لازم نرتاحوا شوية، ربطوا الخيل تاعهم وقعدوا هكذا. قالوا بصح رانا مانيش بعد على الغابة، قالوا ممكن يكونوا ذئاب، يكونوا ديوبة بزاف، لازم كل واحد فينا نديروا أدوار حراسة، يعني كل ساعتين واحد يحرس وواحد ينام. قالوا لأن الذئاب ممكن أنها تأكل الخيل كما يقولوا. رقدوا هكذا، واحد قاعد يعس واحد رقد، ومن بعد داروا الدور الثاني ساعتين، من بعد جانوا وتصاحبوا، ومن بعد هو قاعد يعس والآخر رقد شوية.
ولكن كي لقد هذاك من بعد فجأة تسمع الخيل تصيح يعني تسهل كامل وسمع العياط نادي يجري هكذا صاب الذئاب رايحة تاكل هذوك الخيل هذوك ونادى هكذا حوس على صاحبه وصاب ورقد راحوا هكذا رفدوا الحطب هكذا والنار وكامل وهربوا هذوك الذئاب وكامل ومن بعد هو هكذا حكم يده هكذا هذاك اللي كان رقد صاحبه اللي كان من المفروض انه هو اللي يعس ضربوا هكذا ضربوا بسقلة ضربوا بسقلة ومن بعد رفدوا حوايجهم وجاو رايحين ومن بعد كي هذاك اللي ضرب جفايت هكذا شاف بلي صاحبه هذاك فوق الرمل كتب اليوم اعز اصدقائي ضربني على وجهي فوق الرمل باش شافوا كاتب هكذا بعد ما داهاش راحوا مشاو هكذا يمشوا من بعد نزلوا في واحد المكان هكذا بعد تفرقوا هكذا بعد اللحظات ومن بعد سمع السياح واحد منهم سمع صاحبه هذاك يعيط راح يجري هكذا وش به صابو دخل في دي سابل موفون في بلاعة يعني الرمال هذيك اللي تبلع الانسان لي سابل موفون دخل قعد غير راسه يبان هكذا هو هكذا سلكني من بعد راح يجري هكذا جاب حبيله وربطها في الحصان ورماها له هكذا دارها في هنا في الصدر نتاعو وجبدوا بالحصان سلكوا بعد كي سلكوا قالوا لك الصحة وكامل وغدوة من داك جا رايح اللي سلك شاف بلي الاخر صاحبه كتب على الصخر فوق الروشي كتب اليوم اعز اصدقائي انقذ حياتي ومن بعد بدا يتساءل سقساه قال له كيفاش داك النهار ضربتك كتبتها على الرمال وهاد المرة كي نقذت حياتك كتبتها فوق الصخر قال له كتبتها فوق الرمال باش الرياح والتسامح تمحيها يعني الإثم يعني كي تغلط معايا نديرها برك فوق الرمال باش تجي رياح التسامح تمحيها يعني باش نولي نتسامح معاك وكامل الرياح تمحيها ولكن لما انقضت حياتي هذا الشيء ما نقدرش ننساه جميل كبير يبقى دائما في حياتي كتبتها على الصخر حتى ما تقدر حتى رياح في الوجود تمحي الكتابة اللي فوق الصخر باش تبقى دائما هذيك الصخرة شاهدة على اليوم اللي انقذت حياتي فيه. أمو يازد نستخلصوا من هذه الحكاية لقد أوصانا ديننا على التسامح كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا وتحابوا. بالضبط بوبي جبنا حكمة مليحة هو كما قال رسول الله تهادوا وتحابوا إذن لازم المحبة بيناتنا لازم التسامح دائما يقي أطفال يلا عجبتكم الحكاية أطفال إذن لازم دائما نكونوا متسامحين في حياتنا يا أخي شفت كي يكون صاحبك يكون جونتي وكامل تعود تحبه مش كما يكون صاحبك قبيح وكامل يا أخي إذن التسامح مهم في حياتنا يا أطفال دروك الحقنا الواحد ركن أنا نحبه بزاف هو ركن النكت شكون عنده نكتة جميلة جي يحكيها لي شكون تعال تفضل واسمك حمزة وين تسكن حمزة في ولاد فايت الله يبارك احكي لنا النكتة تاعك قال لك واحد الخطرة كان واحد الراجل يبيع الحوت وكان يقول اي زروديه من بعد حكم واحد الراجل قال له علاش راك تقول اي زروديه ما تقولش اي الحوت من بعد قال له باش ما يسمعونيش القطط باش القطط ما يسمعوش برافو تعال تفضل واسمك امين وين تسكن امين في مفتاح انتما تاع جمعيه كف اليتيم تاع مفتاح نعم الله يبارك اذا تحيه لجمعيه كف اليتيم في كل ربوع الوطن يعطيهم الصحه للعمل الجبار اللي يقوموا به وتحيه خاصه لمكتب مفتاح اللي يشاركنا ويجيب الاطفال يشاركونا هذه الفرحه هذه اذا يا اطفال الايتام لازم نعتني بهم اما اليتيمه نعتني بها اما اليتيمه فلا تقهر يا اخي إذا نحكي لنا الحكاية تاعك واحد السيد دائما راح يشتكي للطبيب بلي دائما كي يرقد ينوم زوجك طوطا يلعبوا له في البالو قالوا ما ترقدش يومين ومن بعد يروح عليك هذا المنام السيد قالوا ما اخطش غدوه لا فينال لازم يشوف لا فينال
برافو برافو وليدي برافو برافو. روحي بنتي تعالي تعالي تعالي. تعالي. واسمك بنتي؟ ميليسا. وين تسكني؟ بلاد فايت. بلاد فايت الله يبارك. La tante de Pierre lui dit « Tu n'es pas trop triste que je pars demain ?» Pierre a répondu « Oh si, Tati, j'aurais préféré que tu partes aujourd'hui. » Bravo, bravo, bravo. Je voulais dire que tu es là. واسمك؟ منصف. منصف، وين تسكن منصف؟ بوجاوي. وين؟ بوجاوي. انت ولد في... في بوشاوي، جاري. خلاص، تفضل منصف، حكي لنا النكتة تاعك. كانوا زوجتي هو وسبع، كانوا يمشوا، تلاقوا مع زوج بكورة. البقرة الأولانية وحدة كبيرة سمينة وحدة رقيقة. بعد ذلك قالوا سبا قال الواحد ديب قالوا أقسم قالوا البقرة سمينة للديب والبقرة رقيقة لسبع ضربوا لصقوا مع الحيطة. بعد ذلك الديب الآخر قالوا سبع أقسم قالوا أقسم قالوا البقرة سمينة لك والبقرة صغيرة ليا بقرة صغيرة ليا. بعد ذلك قالوا شكون اللي علمك تقسم؟ قالوا هذاك المخ اللي راهو لاصق في الحيط. الخوف هو اللي علمه يقسم. برافو برافو. تعال وليدي تعال. اروح جليلو اروح تعال تعال. اقعد وليدي اروح تعال اروح اروح منا اقعد. واسمك وليدي؟ ريان. ريان؟ وين تسكن؟ في ولاية بليدة. في بليدة. ما جبتناش وردة اليوم؟ مدينة الزهور والورود. مرة جاية جبنا وردة يا أخي. يا برافو. تفضل ودي أعطينا النكتة تاعك. قال لك واحد الإمام قال لك واحد الإمام قال للناس اللي جاوا في الجامع قال لهم أننا قبة في الليلة على المقبرة وما نخافش. قالوا له هاك دي هذا البيكي رئيسي هنا في المقبره باش غدوه كنروحو نعرفوك بلي انت ما تخاف. قال لك وبدا نلقى واحد راه في الليل دا هذاك الحديده في يده. قال لك لقى واحد السراقين سرقوا الحلوه وبدا طاحت لهم حبه في الطريق وبدا دخلوا لهذاك المقبره يقسموا بدا تقسموا. قالوا هذا واحد عليك هو الامام عم بالو الموت راهم يقسموا في العباد. قالوا له بقات حبه برا لديها نديها هرب يجري عم بالو راهم عليه. برافو برافو. واش واسمك؟ جليل. جليل تحكي لنا نكته جليل؟ ايه. تحكي لنا. له بابا يسلم فين سامع تلا الله 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 بيت الله الله بيت الله. السلام عليكم ولد الله. السلام عليكم ورحمة الله. برافو برافو برافو. يا أطفال الحقنا درك الحقنا درك. الركن أنا نحبه بزاف. ركن الجواب عند اللغز تحبوه تاني. إذن ما هو الشيء الذي كيكون أسود يكون نظيف كيكون أبيض يكون متسخ؟ وش هو؟ تعالي بنتي تعالي تعالي. وش هو؟ المظلة. لا لا مشي بعيد. تعال تعال. وش هو؟ السبورة. السبورة. تعال تعال اقعد معي اقعد معي اقعد معي. برافو. إذن السبورة كي تكون كحلة سوداء تكون نظيفة وكي نكتبوا فيها وبعد نمسحوها بالطباشير تولي بيضاء تولي متسخة. برافو وليدي برافو. أعطيني الهدية تاعو. الهدية تاعو فوالا. احنا الشاطرين اللي جاوبوا على اللغز تاع عمو يزيد نعطوهم هدية مع عمو يزيد قبعة تحميك من أشعة الشمس الضارة. وكذلك عمو يزيد يهدي لك سيدي مع عمو يزيد عنوانه من حق الطفولة في 22 أغنية إن شاء الله تستفاد به. يا أخي تفضل وليدي مبروك عليك. الحقنا دركا الركن عيد الميلاد. عمو يزيد اليوم حنحتفلوا بعيد ميلاد ديالك.
عبركم اليوم بلي عيد ميلاد عمو يزيد. عمو يزيد زايد في يوم 18 نوفمبر. إذن راح نجو كامل تلتحقوا بيا نغنوا عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لي الكاتو ديالي، أنا ثاني عندي الأنيفرسار. يلا. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، شاء الله يراضي لبيا سنة وتعيش أيامها أفراح، شاء الله يراضي لبيا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوة لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. شكرا شكرا شكرا، الله يخليك الله يخليك، فوالا يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة. شكرا شكرا شكرا، جيتوا تحتفلوا معايا بهذا عيد الميلاد رقم 46. بزاف عمو يزيد عنده 46 سنة. إذن يا أطفال أنا ما بقى لي إلا نقول لكم ابقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل على نفس القناة في نفس التوقيت، نحبكم يا أطفال. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد.